ما معنى قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين؟ معنى الآية يقول تعالى: من يعش أن يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن، والعشاء في العين ضعف بصرها، والمرادها هنا عشى البصيرة أي عمى القلب عن كتاب الله عز وجل بأن لا يتدبره ولا يقبل عليه ولا يكثر من تلاوته، نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا كقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وكقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكقوله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، بمعنى أن من أعرض عن كتاب الله وعن هداية الله إن الله عز وجل يعاقبه بعمل بصيرة، ويعاقبه بقرناء السوء من شياطين الإنس والجن الذين يصرفونه عن الحق. ولهذا قال تبارك وتعالى ها هنا: وإنه لا يصرفونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا أي هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم، فإذا وافى الله عز وجل يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يعني القرين والمقارن. أسأل الله العافية والسلامة.